بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الراوتر المعجزة، الراوتر الخارق، الراوتر ZTE اللي الكل رماه. النهاردة هنتكلم عن الراوتر ZTE. طبعا كلنا جبنا الراوتر الجديد وأصبح الراوتر ده ملوش لازمة، الكل طبعا رماه وقال ده خلاص ما عادش له استخدامات. النهاردة احنا هنقول ان الراوتر ده 4 في 1. يعني ايه 4 في 1؟ يعني هنستخدمه كراوتر وكراوتر وان وكأكسس بوينت بالسلك، والجديد بقى ان احنا هنستخدمه ريبيتر من غير سلك. يعني ايه ريبيتر؟ ريبيتر يعني جهاز مقوي اشارة بدون سلك. يعني حضرتك عندك مكان في الشقة بعيد عن الراوتر ما بتوصلوش اشارة او بتوصله اشارة ضعيفة جدا، فاحنا هنركب الجهاز ده في المكان ده او في الاوضه ديت بدون اي اسلاك وهيشتغل مقوي اشارة. طيب كل ده هنعمله ازاي؟ هننزل سوفت وير جديد للجهاز ده، هننزله السوفت بتاع التوتو لينك. في كتير مننا سمع عنه. السوفت ده بيخليه يشتغل كراوتر عادي وكراوتر وان، طبعا ده كل الناس بتاعت الشبكات تعرفه، وهيشتغل كروبيتر مقوي اشارة بدون سلك واكسس بوينت. طب هنعمل السوفت ده ازاي؟ يا ترى هنجيب بقى مبرمجة والكلام ده؟ لا، هي كل الحكاية ان احنا هنعمل له زي اعادة ضبط مصنع، ولكن والراوتر مطفي. ده الراوتر بتاعنا اهو، وده الموديل بتاعه ZTE ZX HN 108N. ده الموديل اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا اي موديل تاني ما ينفعلوش نفس السوفت وممكن يعمل مشكلة. اللي هنعمله ان احنا هنيجي بدبوس او بسن قلم رفيع وهنضغط في فتحة الريسيت والراوتر مطفي. هنضغط لمدة 5 ثواني وبعد كده هنشغل الراوتر. لحد ما لمبة الباور تنور احمر زي ما انتم شايفين، هنستمر في الضغط لمدة 5 ثواني. وبعد كده نشيل ايدينا من الريسيت. هنوصل الراوتر عن طريق السلك بجهاز كمبيوتر او بلابتوب. في السوفت مش هينفع نشتغل واي فاي لحد ما نخلص السوفت بتاعنا، وهندخل باي بي مختلف خالص اللي هو 192.168.1.254. يلا بينا نوصل الجهاز ونعمل الاعدادات. اهلا بيكم مره تانية. احنا حاليا وصلنا الراوتر لجهاز الكمبيوتر عن طريق السلك، بس قبل ما نعمل اي حاجه هنقفل الوايرلس بتاعنا. طبعا هنضغط على علامه الكونكشن، نختار اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، وهنيجي على حاجه اسمها تشينج ادابتر، وهنيجي على وايرلس نتورك كونكشن، كليك يمين ودي سيف، وهنعمل اي بي ثابت. هنيجي على اللوكال اريا كونكشن، هنضغط عليها كليكتين شمال، هتفتح القائمة ديت. هنختار انترنت بروتوكول فيرجن 4، هنضغط عليها كليكتين شمال برضو، وهنيجي على يوز ذا فولوينج اي بي، هنضغط عليها ونكتب الاي بي اللي احنا عايزينه. هنكتب هنا 192.168.1. اي اي بي وليكن 22 في السب نت ماسك. مجرد ان احنا بنضغط عليه
بيتكتب لوحده 255 ثلاث مرات وفي الآخر زيرو. والديفولت جيت واي هنكتبه 192.168.1.1. طب احنا بنكتب اي بي ليه؟ ان انا بمجرد ان انا هعمل له خطوة الريسيت او خطوة الدخول للطوارئ مش هيديني اي بي، فلازم انا اكتب الاي بي مانيوال. بضغط اوكي اوكي تاني، وباجي بقى على الراوتر بتاعنا هعمل الخطوة اللي قلنا عليها، ان احنا هنضغط على فتحة الريسيت مدة 5 ثواني، وبعد كده تشغل الراوتر لحد ما لمبة الباور تنور أحمر. وهستنى هنا تحميل، هنفتح المتصفح بتاعنا وهكتب الاي بي بتاع الراوتر 192.168.1.254. جالي هنا تصفح وسنت. تصفح ديت او طبعا لو بالانجليزي هتبقى تشوز، هضغط على تصفح يدخلني على جهاز الكمبيوتر على الملفات اللي عندي، هدخل على مكان الملف اللي انا حافظه اختار الملف واضغط على سن. بمجرد ان انا ضغطت على سن هيسحب ملف السوفت، هنستنى ثواني لحد ما يخلص تحميل. وبعدها هندخل على صفحة الراوتر واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد. هيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم بنكتب كلمة أدمن ADMIN بحروف سمول، في الباسورد هنكتب برضو نفس الكلمة أدمن ADMIN وبرضو بحروف سمول. بعد كده هنضغط على لوجين. بعد كده على سيت أب، هنا في الوان هنلاقي فيه حاجتين، في ADSL WAN وفي Ether WAN. ال ADSL WAN اللي احنا هنشغله كراوتر عادي جدا، هنلاقي هنا ال LLC، هنا ال VPI دي طبعا بنكتبها 0 ودي 35 او على حسب الشركة اللي انت شغال معاها. طبعا هو دلوقتي مفتوح على اي شركة يعني يشتغل معاها، شركة وي او اورنج، فودافون، اتصالات، اي شركة. هنا بنختار تريبل او اي تريبل بي او اي، وبعد كده هنا بنكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة زي طبعا ما انت بتستلمهم من الشركة. ده بالنسبة كراوتر عادي. طيب بالنسبة كراوتر وان، في هنا عندنا الايزرنت وان،
لو ضغطنا عليها كده الراوتر هيحمل معايا ثواني كده، هو هيشتغل كراوتر وان. يعني ايه وان؟ وان اللي هو بيبقى فيه فتحة دخل وباقي الفتحات خارج، يعني فتحة لان دخل وباقي الفتحات خارج. ده بنستخدمه في الشبكات اللي هو بالنسبة للناس اللي هي عاملة سيرفر وبتحتاج ان هي تخرج لجهاز واحد بيدي لك اي بي واحد مثلا تشتغل بيه. انت عن طريق الجهاز ده هتقدر تخلي الاي بي ده يشغل اكتر من اي بي، يعني هتاخد اي بي لجهاز واحد وهتشغله لاكتر من جهاز، 4 5 اجهزة زي ما انت عايز. طبعا الناس اللي عندها شبكات تفهم في الموضوع ده اكتر برضو عننا. كده هندخل تاني على صفحة الراوتر، طبعا فتحة الوان تبقى الفتحة اللي جنب فتحة الـ ADSL اللي هي جنب فتحة سلك التليفون، تمام. لو ضغطت تاني على Setup ورحنا بقى على الـ WLAN، في هنا عندي أكتر من حاجة، أهم حاجة عندي هي الريبيتر دي اللي بنقول عليها. احنا هنحوله لجهاز ريبيتر هيشتغل مقوي إشارة من دون أسلاك. يعني انت عندك مكان في الشقة وليكن أوضة بعيدة ما بوصلهاش الواي فاي أو بوصلها ضعيف جدا، احنا هنركب الجهاز ده في الأوضة ديت وهنقوي الإشارة فيها وبدون أسلاك، يعني من غير ما تمشي سلك في الشقة بتاعتك. طبعا ده بيبقى منظره سيء جدا. نضغط على ريبيتر انيبل وست سيرفي، هيبتدي يبحث ويعرض لي الشبكات اللي حواليك. هتشوف الشبكة بتاعتك وليكن ديت الشبكة بتاعتنا، تمام. هنيجي خانة السلكت ونعلم عليها وهنضغط على نيكست. هنا هيطلب مني الباسورد، ده الباسورد بتاع الشبكة بتاعتي، يعني الباسورد بتاع الراوتر الأساسي اللي أنا هسحب منه الإشارة بتاعته أو اللي أنا هعمل ريبيتر عليه. ده الباسورد بتاعي، لازم طبعا يكون متأكد منه. بعد كده أضغط على Apply وبعد كده Finish. هو هنا بيقول لي إن في حالة إن إحنا هنعمل ريبيتر لازم يكون الدي اتش اس بي مقفول. هنروح على اللان والدي اتش اس بي، لقيناها فعلا نان مقفول، تمام. كده باقي ان انا اعمل باسورد للواي فاي. خد بالك هو حاليا لسه اسمه توتولينك زي ما هو، يعني ما خدش اسم الراوتر الاساسي. يعني هنا انا ممكن اقدر اغير اسم اللي انا عايزه. وهنا السكيورتي هقدر برضو ان انا اغير باسورد، يعني معنى كده ان هي هتظهر لي اسم مختلف وباسورد اللي انا عايزه هكتبه. وده طبعا ليه ميزه فيه ان هو مش هيعمل كونفليكت مع اسم الشبكه التاني. يعني ايه كونفليكت؟ يعني مثلا انا ابقى قاعد في نفس المكان
شايف الشبكتين على الموبايل، فالموبايل كده كل شوية هيخش على الشبكة دي وبعد كده يخش على الشبكة دي، إنهم بنفس الاسم. لكن كده أنا هوجهه للشبكة بتاعتي، هوجهه للشبكة اللي أنا عايز أشتغل عليها. طبعا أنا هبقى في المكان اللي فيه الراوتر ده، يبقى أنا هوجهه على الشبكة بتاعت الراوتر ده اللي هي التوتو ليك. هنا هختار WPA2TKIP، وفي خانة بريشرد كي هنكتب الباسورد بتاعنا. طبعا هنا بكتب باسورد سهل عشان بقدر ارجع له، بس طبعا في الباسورد لازم يكون ارقام حروف، والحروف تكون كابيتال وسمول وعلامات، عشان طبعا يكون باسورد قوي وصعب الاختراق. اضغط على ابلاي واوكي، هيحمل الراوتر معايا، استنى لحد ما يخلص التحميل، وهاجي هنا هفتح الوايرلس بتاعي عشان انا كنت قافله، واضغط على open network and sharing center، بعد كده change adapter، وهاجي على علامة الواي فاي وايرلس نتورك كونكشن، اضغط كليك يمين واختار انيبل. هاجي على الواي فاي واختار اسم الشبكة اللي انا عملته واكتب الباسورد واضغط اوكي. تعال كده نجرب الخدمة نشوف هل يا ترى فعلا جاب لي انترنت ولا لا. انا هنا عامل زي سيرفر تحكم في الشبكة، فطبعا بكتب له باسورد، طبعا دي مش هيطلبها منك. كده فتح معايا انترنت، نفتح وليكن أي موقع تاني زي الـ MSN، نتأكد من الشبكة بتاعتنا. كده الخدمة اشتغلت معانا كريبيتر. يبقى إذن اللي عنده الراوتر ده اوعى تفرط فيه، اوعى تفرط في الراوتر ده، تمام. واللي عنده واللي هو حاليا عنده الراوتر الجديد وما كانش عنده راوتر زي ده، دور عليه شوف بيتباع فين ويجيبه. الراوتر ده مميز جدا 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 حقيقي، هو الراوتر الخارق. جهاز ريبيتر زي اللي احنا عملناه ده بره مش اقل من 300 جنيه. جهاز زي ده انت كنت رميه، كانش له اي لازمه في البيت، دلوقتي بقى له قيمه. هقولها لكم المره الثانيه، اوعى ترمي الراوتر ده. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب للصفحه، ودعمونا بالاشتراك. شكرا لحضرتك.